اللوحة الأم تعتبر أهم شركة، لديها عدة أجزاء مثل ماذر بورد فصل أجزاء مع بعض يتم تركيب عليها. تحتوي المكتبة من المكونات يسموها شيبسيت نوت ساوث بريد، تخبط المعالج بروسيسور شقوق انسوفيت تركيب شقوق التوازن اكسبانشن، تنقسم إلى بي دي الشاشة ويو وهو خاص ديسك درايف تركيب السوكت المشغل عايز طبيعية هذا الجزء تحت التوصيلات ريل بانل وتوجد فور ماذر بورد انتصارا هو فاكتور في اكس فورم اي تي اكس والاي هو الحجم المتاح كـ اي سي اي.